عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أفكار. اليوم غادي نقدم لكم خبيزات صغار على شكل بتي با، دقيق فورس وعشق صغيرة ديال الخميرة. ديال الخميرة ذوبناها في كاس الحليب، حليب يكون دافي، واحد بيضة وحدة، وجوج عواشق ديال الزبدة دايبة، جوج عواشق ديال الزبدة دايبة، وجوج عواشق ديال السنيدة، وشوية الملح. الملحه درتها ودرت جوج عويشقات ديال السنيده. دابا غندير جوج عويشقات ديال الزبده، ثلاثه العويشقات، الزبده والحليب دافي، فيه عشق صغيره ديال الخميره، بيضه وحده. كنخلطو الخليط كامل، كنعجنوه. ملي كيتعجن كيخليوه يرتاح، ملي كيرتاح داك الساعة غادي نبسطو باش نصوبوه بتي با. غنعجنو الخليط ديالنا اما بالعجانة ولا باليدين، بأي حاجة عندك، حتى كيتجمع العجين مزيان. صافي، ونخليوه تيخمر. تلكوها مزيان، خليوها هاهي عجنتها تلكتها بيديا، وخليوها تترتاح عباش نخدمو بيها. العجين ديالنا هو خمر، دابا غادي نشدو غنديرو الكويرات بالنسبه للعماره. هنا غادي الفرماج خلط مع الزيتون، شويه الطون، عندي لاداند مع شويه الفرماج. دابا غناخدو غندير شكل الكويرات ونديرو على شكل مسمن. كنديرو كويرات صغار، كنصوبو ندهنو بالزبدة بحال هكا. بحال هكايا خلوها ترتاح. كبرهم حتى نساليو العجين. دابا ملي نخمروها ارتاحو شويه، دابا غادي نبسطهم ونعمرهم وندهنو بالزبده بحال هكا. كنقطعو وكنعمرو حشوه فيها الطون والفرماج والزيتون، كنلوو بحال هكا. نبقاو على هاد العمليه حتى نكملو العجين ديالنا، ومن بعد منين نحطوهم يرتاحو وندهنوهم بصفار بيضاء، وديك الساعه ندخلهم من بعد ما خمرو. دابا غندخلهم في الفران، شفتوها مخمرو، دهناهم بصفار بيضاء، هادوك اللي بالزيتون كحل معمرهم بالطون والفرماج والزيتون كحل، الاخرين درتهم بكاشير و ديال لاداند وفرماج. الخبيزات ديالنا هما وجدو، منين طابو دهنتهم بشويه الفرماج، كتشوفوا جاو رائعين. نتمنوا انكم تجربوهم. هذوك اللي فيهم الزيتون فرقت ما بين دوك اللي فيهم كاشير مع الفرماج، وهذيك اللي فيها الزيتون هذه فيها الزيتون والطون والفرماج لداخل، ملي كتحليها كتلقاي الفرماج دايب. نتمنى انكم تجربوهم. اللي عجبك الفيديو ديري لايك، ونتمنى انكم ديروا تعليقات على الفيديوهات ديولي.
تشوفوه بالصحة والراحة.